تصحي بقى يا سارة، حرام عليك، انت عنيدة عند. طب اعمل فيكي ايه بقى دلوقتي؟ ماشي يا سارة. طب انا بقى زعلان منك ومن خصمك كمان كده. انا بقى اللي هلسع بدري ولا ايه؟ هتجنني معاك يا سارة؟ لا لا لا، انا هخرج اشوف اي حد اتكلم معاه كلمتين مكلكعين كده عشان عقلي يرجع لدماغي تاني. خليكي فاكراها يا سارة. يا سلام يا ست البنات، لو تعرفي الدكتور حسن ده بيحبك قد ايه. على فكره تقييمك كله غلط يا دكتور حسن. غلط في ايه بقى يا دكتور فايز؟ لان اللي حصل لساره ده مش انتكاسه. تعالى انا وانت كده نحسبها مع بعض بالعقل والمنطق والدلالات المرضيه. ساره مصابه بمرض نادر جدا، وانت والحمد لله قدرت خلال الشهور اللي فاتت دي انك تخرجها من الزنزانه الضلمه اللي كانت عايشه فيها. مرض نادر جدا يعني ان تحصل فيه انتكاسه من النادر جدا. امال حضرتك تسمي اللي حصل لساره ده ايه؟ بقى لها 4 ايام في حاله نوم متواصل. انا بسمي اللي حصل ده صدمه. جاي صوت والدتها وملامحها سببوا لها صدمه، وهي دلوقتي بتتعامل مع الصدمه دي. وجايز دلوقتي يكون داخل ساره صراع من نوع ما بين ذكرياتها وسماعها لصوت والدتها. هو ده تقييم. وليه ما يكونش تقييم حضرتك هو اللي غلط؟ ما تاخذنيش يا دكتور فايز، اعتبرها اندفاع من طبيب مبتدئ. خلاص يا دكتور حسن، ولا تزعل روحك، هد المعبد على اللي فيها دكتور شمشون وارفع الرايه البيضاء. ايه ده، انت رايح فين يا دكتور فايز؟ رايح للدكتور عز عشان اشوف دكتور تاني يتابع حاله ساره. يعني ايه دكتور تاني ازاي يعني؟ لانك يئست من حاله مريضك ومصلحه المريض فوق كل اعتبار. وبعدين يا اخي شيل الدكتور ده عن المريض ده يرتاح ده من انت. حضرتك بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني عشان اوافق على تقييمك لحاله ساره. انا يا اخويا بقى لمسك من ايدي اللي بتوجعك ولا ايدك اللي بتاكل بيها. انا عاوز اشوفك مره تانية بتستعيد ثقتك بنفسك واملك وحماسك لساره. فين الدكتور حسن؟ الدكتور حسن اللي حارب الدنيا كلها عشان خاطر ساره. انا الدكتور حسن. والله طب يا دكتور حسن، ببص في اول مرايه تقابلك بس يكون في ايدك مكنه حلاقه.